بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا جماعه بقى ده فسيخ العيد، تفاح امريكاني، ده الثلاث حبات يا جماعه. مش شرط بقى تاخدوا اثنين، الاثنين غالي، اللي ما معاهوش ياخد ثلاثات. اه ما شاء الله تبارك الله، كله فسيخ. هو لازم تاكلوا اثنينات، الاربعه تقضي، الخمس وحدات تقضي، كلها فسيخ. ده كده كام يا بابا؟ لازم نعيش الدهب دي. ده تفاح امريكاني اهو، حاجة كده اخر جماله في البرميل. بسم الله ما شاء الله عليه وعلى جماله. الحاج واقف يصور اهو، رايح الشيخ السعودية. انا وحشتي عليه يا رب. نزلها ولا نزلها في الكابتة كده؟ شايفين الحلاوة؟ ده سخن على طول يا جماعة. سخن البحار، تفاح تفاح. وانا وحشتي ده تلات حبات كيلو. سمك غالي، كله فسيخ. مش شرط تاكله الكبير، ما اهمش حاجة، اهم حاجه تاكله وتتبسط وتعيده وتاكله. ربنا خلق ده وخلق ده، في الكبير وفي الصغير. عندنا حبايتين كيلو، عندنا ثلاث حبات كيلو، خمس حبات كيلو، كله بيقضي يا جماعه. ونعيشوا خلاص، ويا ربنا يجعله عيد مبروك عليكم كلكم. ويا جماعه انا بوصل لحد البيت خبر اكيد والله، كل مره بزعل. بس بوصل لحد السعوديه، انا بوصل الحاجه بوصله لحد السعوديه. آه طبعا يا جماعه انا عندي زي ما قلت لكم، عندي الاثنينات برده، وعندي كل حاجه. عندي ما شاء الله شايفين السيخ، يعني ده في قلب البرميل اهو. طلع الحبايتين الكبار كده يا احمد. انا بوصل لحد البيت يا جماعه. ده واحده كميات من دي موجوده اهو. حاضر يا جماعه، هجيبها لك بسعر حلو. ماشي احمد، انا بوصل لحد البيت اهو. هاخد راحته ميه. اللي عنده من ده، اللي عنده من ده كسبان. شايفين ايه الجمال ده والحلاوه ده؟ ده بقى يا جماعه الاتنينات. بس بصوا والله الاتنينات زي التلاتات، والله كلها سمك، والله كلها سمك. اللي مش مقدرته يجيب ده يجيب ده، ويعني الناس مش هتاكل، لازم كله ياكل. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، وانا عندي توصيل يا جماعه لحد البيت يا جماعه. انا عندي توصيل والله، خبر اكيد. انا كل مره بتزعلوا مني، بس المره دي خبر اكيد. اللي عايز انا بوصل لحد البيت، واللي عايز يكلمني على 010-3327-0744. عندي جمله وقطاعي، وبراعي ربنا في اللي بياخد يبيع، وربنا يعلم. بس هو السمك غالي، وكل سنه وانتم طيبين، زي ما كل حاجه غالي. بس برضو اسعارنا حلوه، اسعارنا مش زي اي حد. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. الاربعه الحاج دوت هو اللي خلاني اعمل فيديو. شرف ليا، واخد فسيخ السعوديه. شرف ليا يا حاج. براميل جمله، بيبيع براميل جمله. اللي عايز ما شاء الله شايفين ده الاربعات. ماله الاربعات جميله؟ ماله ماله يا حاج؟ يعني اللي ياخد كيلو فسيخ ب 200 جنيه وما ياخد كيلو ماله يا حاج؟ فرق 50 جنيه بالكيلو. اه كلها فسيخ والله العظيم. انا بحب الصغيره عن الكبيره والله، والكبيره بتاع الصغيره ملحمه. كل سنه وانتم طيبين، عشان الدنيا تقضي والناس تقضي. لازم ناكل فسيخ في العيد يا جماعه، مش شرط الكبير. وهتاكل وتتعلموا. كل سنه وانتم طيبين. احنا بندخل البحار، انا بروح امام مدرسه الصنايعيه للمشوار الاخرى. واللي عايزني يطلبني على رقم ده، عندي جمله وقطاعي. ماشي والله يا جماعه، احنا يعني الحمد لله برضا. واللي بياخد مني اللاين ده ربنا بيكرمه احلى كرم. ويلا سلام.